السلام عليكم اخوتي، معكم مورايد في فيديو جديد في كونسيبت جديد. بلا شك تستغربوا وتقولوا مال هذا فينا، واش بغى يورينا اخونا من فين تشوفوا الطريق والكيدون. المهم اخوتي، انا نشرح لكم الكونسيبت ديال هذا الفيديو او هذه السلسله ديال هذه الفيديوهات اللي بقى نديرها تقريبا يعني مره في الشهر. نحاول ندير هكا فيديو كل شهر. اللي شنو هي الفائده منه؟ هذا منها ننوع الفيديوهات ديالي، ومنها نحاول كما نفيد شي واحد اخر، يعني فهمتي؟ حيت الموطور قبل ما يكون غير الطريق والموطور وديك العياقه والنظره اللي تيشوفوا كيشوفونا بها الاخرين، راه اخلاق هو الاول. المهم فاش كنت صغير كنت انا تنحلم نركب مع شي واحد، كنحلم وما عنديش الاستطاعه باش نشري موطور ولا شي حاجه، يعني كنت كنحلم غير على الاقل غير نركب مع شي واحد، نحس بك الاحساس ونحس بك الادرينالين تيطلع. لكن ما كاينش، ما تقدرش تقول لشي واحد ولا شي حاجه. وهي تجيني واحد الفكره، قلت مع راسي عندي دري في انستغرام، يعني اكثريه غير الناس اللي باسيوني بالموتور. صافي هي تجيني الفكره، قلت مع راسي علاش مره ما بقاش نحط شي ستوري، ونحاول نعزل شي ثلاثه ولا جوج ديال الدراري، ومن الاحسن يكونوا ما عمرهم ركبوا على الموتور باش نشوفوا التجربه ديالهم ولا الاحساس الاول ديالهم بالموتور. صافي هكا جاتني الفكره، وحطيت واحد الستوري كيما غادي تشوفوا هنايا. جوني بزاف ديال لي ميساج، المهم عزلنا شي جوج ولا ثلاثه هما اللي غادي تشوفوهم معنا في هذا الفيديو. يلا كملوا معنا الفيديو بعد الانترو، تهلاو. هو هو هذا فين هادشي؟ كيداير مزيان؟ هاني اسمح لي داير الكاسك بخير. تا هو هذاك الله يعاونك ياك؟ علاش؟ ما عرفتش. اش ما عمرك ركبتي زعما؟ شويه صح. ها؟ ما عمرك ركبتي شي موطور كبير؟ لا يا سبير تحس بشي موطور. هذا راه بوحدو، ولكن انت غادي تركب وغادي دير الكاسك ديالك ياك؟ البس بعدا الكاسك. كاسك ديال المدينه ولكن قاضي الغرض. ما تخافش هيك سيري. صافي اليوم غتحيد الخلع على كشي كتخاف. قديتي عيني قلت لك. لا غير جابك الله ما كبرتش، هذيك اكسيلاتو من بعد تهزات. قاش بلوص ما بقاش تعواج هكا للجنب. لا راسك كيبقى يديروجي لي الكاسك ديالي هاك. شد الوسط داك. مالك؟ ها؟ شقطع فيك اللحم ولا شنو؟ شوية. حيت أول مرة ما ركبتش ياك؟ أول مرة كبرة بيا شي واحد. وين هكا ماشي انا ماشي شي كابرا تتهزها شي شويه وتتحط خص لي شد الكابرا بي كيبقى غادي. قلت واقيلا هنا مشينا واقيلا. فاش وقفنا هكا تهزينا الفوق عادي عادي. ها هو هذيك مع ديك اللعيبه ديال الكشكشه. الا وادي بروميير وين وين؟ ها بروميير هذا برومير راه كتوصل عليا حتى 110. هاد الكاميرا هادي مرضاتني، كتبقى تعطيني ايرور ايرور طفي شعل. واحد
ها جا كبشت لدي الله برومير عيان ما عرفتش اش من هذا هو الكاميرا ما تعاودش الكاميرا ما تعاودش الكاميرا قبيلة اش كتقول لي عاود كاميرا صافي شبعتي دوبل هذا الربوك ولا بلاش دوبلو ولا بلاش بلاش اكسرها ولا لا عمرنا بالحجر والتراب شي معقول شو قلتي؟ شو قلتي قبيله؟ هو الحلم تاع عرق الموطور ياك؟ هو الحلم ديالك ان شاء الله تشري الموطور ديالك دير الموطور ديالك ها؟ بدا بشويه بالصغير وانت غادي طالع راه ما كاينش واحد يبدا نيشان كل شيء تيجي دقه دقه شويه بشويه اي واحد عنده موطور راه كتلقى هذاك الشيء بدا بحلم كان كيحلم صافي نضرب بحال هنايا الجهه ها يا ها انت هو انا بديت بالصغير بديت نضرب بحال هذه وبديت نحلم حتى انا وطالع بشويه بشويه اول موتور كبير درت عندي هو تي ماكس تكون كنتي كتشوفوا عندي شحال هذه واخا ياك تفرجي بوزيكا تبارك الله عليك فان حقيقي ياك ان شاء الله غتحط فيديو غدا فيديو غتكون انت بهذا الفيديو هذا سيدي راه هو هذا دابا رجيت تصور تفرج بلا شتي لا كوالا هو هذا سهلاه درتي موتور داكشي الاحترام والقانون وقف ستوب كاسك هاد الحوايج بساط هما اللي تيبينو موطار تولي تيحترمك بنادم تولي تيحترمك حتى بنادم فهمتيني دابا شحال من واحد تلقى عنده موطور كبير وهادي و تيسوق كيف البساله والعياقه وهادي ما تيحترمكش بنادم تيشوفك شنو يشوفك واحد من الموطور ما عندوش علاقه كاع بالماطر يقول شاد اصحاب الماطر شو شاش على البساله فهمتي يقول فيك شي كلمه خايبه بالعكس ما كجيناش بعدا شحال في عمرك 15 عام حتى انت كيعجبك الموطور الكبير ياك كان الحلم تاعي نركب على الموطور الكبير الحلم ديالك شو قلتي لي قبيلات قلتي لي كنتي كتمنى تسمعي بحال هذا الصوت ياك فاش كتسمعي شنو تيوقع كنفرح بحال اللي تتحرك شي حاجه الداخل ديالك ياك ان شاء الله دابا انت باغي دير موطور كبير راه كبرتي ضروري غديرو المهم اي واحد انا براسي اي واحد تشوف عنده موطور كبير راه بحال هكا تيبدا تيكون في الاول غير تيحلم هي تيحلم وبشي شويه بشويه تيكبر ما يمكنش انت صغير راه دير طالع بشويه سبيريت نيترو وانت طالع حتى يجي واحد النهار راسي كنقول بلي نبدا بالصغير هذا نطلع الكبير اه هذاك تحقق الحلم تاعك اه وما كجينا شنو شنو الاحساس ديالك دابا فاش ركبتي يعني فاش بديك الجهد وديك التقليعه وداك الغوات وتا الطوموبيل كتضوب لهم باش كتحس فرحه واعره بزاف فرحه مخربقة سولتك قبيلة قلت لك كنت مخلوع قلت لي اه كنت فرحان قلت لي اه كل شيء كتحس به ياك اه ايوا واش ندير هذه اقل حاجة يمكن نديروها اقل حاجة يعني تشوف شي واحد اللي يعني حتى هو كان بحالك انت فاش كنت يلاه بهذه اقل حاجة ديرها هي بحال اللي قلتي تخليه يعيش شوية في داك الشيء اللي انت كاين فيه دابا وتخليه اي واحد اللي باسيوني بهذه الهواية المهم بلال ياك 15 عام ان شاء الله مازال الوقت القدام مازال مرحبا بك فوق ما بغيتي تضرب شي ضبيره فوق ما بغيتي تشهيتي الموطور تيلي النمرة عندك ياك شكرا على الليزر اللي درتي معايا هاني الله ودي فرحان بصحتك كما قلت لكم اخوتي اللي بغى يشارك بحال هكا يطاقيني يسكريني الفيديو ويطاقيني في انستغرام باش طلع عندي باش من تما غنعزل نعاود ثاني وحدين اخرين اللي غنعاود نحط في الفيديو واحد اخر المهم دابا نمشيو نوصلوه جبتك بعدا من الدار ياك شنو قال لي باك قال لي تهلا فيه بشويه عليه صافي غنمشي نوصل قلت له هو امانه عندي غنمشي نوصلوا الامانه لوالديها نوصلوك الوالد ديالك ونقول له ها هو كيما عطاش علينا ونمشيو نشوفوا واحد اخر عاوتاني واحد الدريري واخا بعيد علينا ولكن نضربوا عليه الطريق ماشي مشكل ولكن واحد الفان حقيقي ما عمري حطيت شي ستوري ولا شي حاجه وما يصيفطليش فين اخويا فين كذا وشي صوره ديال الموتور المهم بحال كاع الناس المهم غنطلعوا عنده من هنا حتى اللوزين انا كاين هنايا حدا اسيما سابقا دابا ولات مرجان ها
مرحبا عشيري، كيداير بخير؟ هانيا سمح لي دار الكاسك بخير، شي مزيان؟ السلام عليكم، فين اخويا مزيان؟ هانيا حبت التحت عاود طلعت ما لقيتكش. كنت شي كسيري على ما تدورش على الحد، ما تدورش على الحد. نعم دور بيدك ما تدورش على الحد. الله يخليكم. مبارك مبارك يا كسير، مبارك يا كسير وحده. يلا اجي اجي هاك دخل تفرج فيديوهات. ها دوز من هذه الجهه دوز. كترعدو رجليك؟ كترعدو زعما ماشي اول مره راه غاتجيك عادي. ياك اه اول مره غادي تكبر. اول مره تقعد الرويله قدامي. انا شعور واهر. كنت مع واحد الدري قلت له قلت له كيداير الشعور؟ قال لي شعور الخلعه والفرحه. وقال لي مخربقه. كغت كغت كذا جا هذا واش الشارع اللي كاين في مكناس هو هذا ها بعدي دا قرب شي دور عندك حتى ما نزلو من الفيديو. مرحبا. الله يبارك فيك اخويا. كيفاش اخويا الاحساس ديال اول مره؟ انا هذا صافي ماشي مره باش يتوصف شخص بحق الله بزاف. داكشي واعر بزاف اصلا ما يجزيتش الموطور صافي برد لي ما بركش. فاش كيبقى تكسير ديك الاكسيلاسيون التقليعه فاش يلاه داكشي زيد زيد زيد. احسن حاجه عندي في الموطور هي فاش كتقلع فاش كتصمم الزيرو حتى ل 100 هذيك هي الزنا بار الزراعه وطوب سبيد وداك الصح الصح تبارك الله عشان تكسير ونجيب هذا الزواعر ياك ناضي ناضي بزاف ناضي كان يلاه شنو نقول لهم؟ لايك سبسكرايب شي كومونتير زوينه كومونتير زوين ومرحبا بكم في لاشين الدراري وفيديو اخر حاجه هذه بحال شي سلسله غندير كل تقريبا شهر غندير فيديو ندي شي دراري اللي ما عمرهم في موطور كبير ولا شي حاجه نديرو بلا ما نقد على شي حاجه يديرها ونخليو فكره زوينه على لي موطور في المغرب ما تبقاش تجيبو الموطور حتى نتوما وتقاس الخدمه 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 تدق وتسكت الدراري اي واحد عنده موطور كبير دابا راه كنحلم قبل ما يحقق لان حتى شي حاجه راه مستحيله والله يسهل كل واحد وتهلا يلاه خويا الله يشوفك الله يكبر فيك انا نديك الموطور صافي يا خوتي هذا هو الفيديو ديالنا لهذا النهار كما شفتوا سالا وشتو الشعور ديال ثلاثه ديال الدراري اللي ركبوا معنا وشتو الاحساس ديالهم اول مره يعني تقدر واحد عنده موتور كبير يقدر يجي يقول هذا الشيء حامض ولا باسل ولا شي حاجه ولكن هذا الشيء ليك انت ولكن هذا اللي غيجربوا اول مره ولا اول مره يركب على موتور كبير راه شي حاجه بزاف راه كاين اللي كيعتبروا حلم انا صيفطوا لي شحال من دراري قال لي الحلم ديالي انني نركب موتور كبير يعني خصنا نحترموا الدراري كما انت باسين بالموتور حتى هو راه نفس الاحساس تعيش به انت عندك موتور ومازال ما وصلتش امكانيات انه يدير موتور كبير الدراري بغيت نوصل لكم واحد الحاجه اخرى كاين واحد البتيتي غاجو سوغ اللي بغى يجرب معنا عاوتاني فيديو اخر يعاود يركب معنا عاوتاني ويجرب الاحساس ديالو اول مره ولا ثاني مره ولا ثالث مره ما عنديش مشكل انت ولا انت ما عنديش مشكل يعني تكون بنت ولا دري ما عنديش مشكل شنو هو التيغاجو سوغ هو تسكريني الفيديو وطاقيني عندك في انستغرام يعني بارطاجيها في شي ستوري وطاقيني عندك باش تطلع انا عندي وانا من هذوك اللي غادي يطاقوني ولا غادي يطلعوا عندي غادي نحاول نعزل شي ثلاثه ولا جوج عاوتاني ولا اربعه داكشي اللي قديت عليه حيت هذا ماشي غير فيديو ولا جوج راه سلسله بقى نديرها ديما بقى نديرها من الشهر للشهر ولا بحال هكا المهم فاش غيطلع عندي غانا نعاود نديرو فيديو اخر الا عجبكم هذا الكونسيبت عجبكم هذا المحتوى حاولوا تشجعونا بشي بارطاج لايك كومونتير زوين ولا ما زوينش شي واش كما معبر على الراي ديالك تنتقبلو بكامل الرحب المهم يلاه تهلاو اخوتي ونتلاقاو في فيديو جديد.